حول مهامها ومكوناتها وخصائصها قدمها له قائد متن وكذا أعضاء طاقم السفينة. بهذه المناسبة أسدى السيد الفريق أول تعليمات وتوجيهات لقيادة وأعضاء طاقم الطواف أعالي البحار المتصدي تتعلق بضرورة المحافظة عليه وصيانته واستغلاله بالفعالية المطلوبة. وبدورهم عبر أعضاء طاقم السفينة عن سعادتهم وفخرهم بهذا الإنجاز الذي سيشكل إضافة نوعية للأسطول البحري للقوات البحرية الجزائرية. في ختام الزيارة أخذ السيد الفريق أول صورة تذكارية مع التشكيلة الأولى للطاقم السفينة. تنفيذا لاستراتيجية عصرنة قواتنا البحرية وبغرض تعزيز منظومتنا الدفاعية لحماية مجالنا البحرية الخاضع للسيادة الوطنية الذي تهدف إليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، تم تدعيم أسطولنا البحري بالسفينة الحربية طواف أعالي البحار المتصدي رقم المتن 940. هذه الوحدة تعتبر مكسب جديد لقواتنا البحرية الجزائرية التي تسعى دائما إلى بلوغ أعلى درجات الاحترافية والجاهزية العملياتية. وبقيادة الدرك الوطني عقد السيد الفريق أول لقاء توجيهيا مع الإطارات والمستخدمين، حيث ألقى كلمة توجيهية بثت إلى كافة وحدات السلاح عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أشاد فيها بالأدوار الحساسة لسلاح الدرك الوطني لا سيما في ظل الظروف غير العادية التي تعرفها منطقتنا الإقليمية. السيد الفريق أول حذر أيضا من المنظمات التخريبية التي تعمل على استغلال وسائل تكنولوجية متطورة لأغراض التجسس والتخريب وتستهدف محاولة خلق حالات انسداد وفوضى والعمل على فك تلك الرابطة الوثيقة التي تجمع بين الشعب ومؤسساته، حاثا مستخدمي الدرك الوطني على ضرورة التمتين المستمر للعلاقة مع المواطنين في كافة ربوع الوطن. السيد الفريق أول أكد كذلك في جملة من التوجيهات والتعليمات على ضرورة تكثيف لياقظة وتنسيق الجهود بين مختلف المصالح الأمنية ووحدات الجيش الوطني الشعبي ضمانا لتأمين ربوع وطننا وحدوده. فضلا عن العمل بالتنسيق مع زملائكم في مختلف الأسلاك الأمنية ووحدات الجيش الوطني الشعبي لمواصلة بذل جهود أكثر والتحلي بالمزيد من اليقظة والحذر لإفشال كافة المؤامرات واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان التأمين التام والشامل لمختلف مناطق الوطن وحدوده لمصلحته العليا. في الأخير كان للسيد الفريق أول لقاء مع إطارات قيادة الدرك الوطني، حيث تابع في المستهل عرضا شاملا قدمه قائد الدرك الوطني تضمن حوصلة شاملة عن مختلف نشاطات الدرك الوطني لا سيما المتعلقة بمحاربة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها وحماية الحدود الوطنية وكذا الجوانب المتعلقة بتنفيذ مخطط التطوير الخاص بهذه القيادة الحساسة. تشرفت قيادة الدرك الوطني هذا اليوم بزيارة السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى مقر قيادة الدرك الوطني والتي تتزامن مع شهر رمضان المعظم، حيث تابع مستخدمي الدرك الوطني كلمة السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي كما استمعوا إلى تعليماته السديدة من أجل خدمة الوطن والمواطن ومحاربة مختلف أشكال الجريمة بكل أنواعها. تنفيذا لبرنامج التدريب والتحضير القتالي للسنة الجارية وبالميدان الأول للرمي والمناورات بتعظيمه، أشرف السيد اللواء قائد الفرقة 12 للمشاة الميكانيكية رفقة رئيس قسم الحماية والتدخل بقيادة الحرس الجمهوري يوم 10 أبريل 2023 على تنفيذ تمرين تكتيكي مشترك بعنوان مجموعة سرايا المشاة في الدفاع عن نقطة حساسة. فكرة التمرين تضمنت إنزال مجموعة استطلاع وتخريب على مستوى نقطة حساسة بغرض القيام بأعمال تخريبية معادية، أين يتم إقحام وحدة فرعية من الفوج الآلي الرابع للتدخل بهدف تدمير الجماعات المعادية وتطهير النقطة الحساسة.
تأتي المرحلة الثانية من التمرين، والتي شملت تدخل سرية من الفوج 31 للمشاة الميكانيكية بغرض إسناد الوحدات السابقة في تدمير الأهداف المعادية وضمان تأمين النقطة الحساسة. مراحل التمرين اتسمت في مجملها بالانسجام بين أطقم السرايا والفصائل المشاركة، ناهيك عن التنسيق المحكم بين القادة والمرؤوسين، وكذا السرعة والخفة في المناورة بالقوى والوسائل، والتحكم العالي في الأسلحة العصرية الموضوعة في الخدمة، ما ينم عن جاهزية وحدات مختلف أصناف القوات في تنفيذ الأعمال القتالية المشتركة. هذا التمرين أكسبنا تبادل الخبرات بين الأفراد والتنسيق الجيد بين أصناف القوات أثناء تنفيذ التمارين وتحقيق الأهداف المسطرة وبلوغ الأهداف المرجوة. تم إبراز التنسيق العالي وتنظيم التعاون بين الوحدتين الفرعيتين من أجل تنفيذ الأعمال القتالية المشتركة بين أنواع وأصناف القوات في ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة والصراعات الجيوسياسية التي يعرفها العالم. تزامناً نوى الذكرى 50 لإنشاء المصلحة الوطنية لحرس السواحل، نظمت قيادة القوات البحرية خلال يومي 2 أبريل 2023 أبواباً مفتوحة على المصلحة الوطنية لحرس السواحل على مستوى المجموعات الإقليمية الخاصة بالجزائر، الناحية العسكرية الأولى، وهران الناحية العسكرية الثانية، وعنابة بالناحية العسكرية الخامسة، وبهدف إطلاع الزوار من سلطات مدنية وعسكرية ومواطنين على مدى جاهزية المصلحة الوطنية لحرس السواحل لأداء مهامها في حماية الحدود البحرية ومكافحة الجريمة في البحر، أقيم للزوار ورشات وأجنحة تم إطلاعهم من خلالها على الدور الذي تختص به وحدات المصلحة الوطنية لحرس السواحل وعلى التجهيزات النوعية والمتطورة المستخدمة في ذلك. كما أقيمت لهم زيارات لعدد من وحدات التدخل البحرية والجوية التي تحوز عليها المصلحة الوطنية لحرس السواحل،